مساء الفل. أغلب أمهاتنا كانوا بيقولوا لنا وإحنا صغيرين هطفش من البيت ومحدش هيعرف لي طريق، ومع الوقت بعد ما كنا بنعيط ونخاف لما نسمع الجملة دي بقينا نضحك عليها لما تأكدنا إنها طلقة في شنك بتضربها الأمهات كلها في الهوا عشان تخوف جوزها وعيالها، وهي من جواها روحها فيهم وما تقدرش تستغنى عنهم. لكن اللي حصل في حكاية عماد بطل قصة حقيقية النهاردة كان عكس كده خالص، وهو اللي بعت لنا يقول عايز أهرب ومحدش يعرف لي طريق والسبب أمي. طب إيه اللي أمه عملته وخلاه يقول كده؟ وهل في حاجة اسمها ههرب ومحدش يعرف لي طريق؟ تعالوا نشوف عماد بعت لنا يقول لنا إيه. اسمي عماد وعندي 19 سنة، وأكبر مشكلة في حياتي هي أهلي اللي عمرهم ما سمعوني ولا حسوا بيا من يوم ما وعيت على الدنيا، وهم طول الوقت في مشاكل وخناق. كنت كل ما بكبر كل ما كانوا يتسببوا في مشاكل جديدة. الموضوع بدأ من وأنا لسه طفل صغير، واكتشفت إن أبويا ما بيشتغلش لحد ما أمي نزلت تشتغل وتصرف على البيت، ومع نزولها الشغل بدأت المشاكل. أمي لما اشتغلت يا سالي ومسكت قرش بقت في حالة تمرد وتحدي لأبويا، بحكم إن هي اللي بتجيب فلوس ووالدي قاعد. وبعد فترة من الزعيق والصوت العالي والخناق اتطلقوا بفضيحة كبيرة كانت بطلتها أمي، وكان السبب فيها الست اللي هي المفروض أختها. وسامحوني لأني مش هقدر أقول عليها خالتي، أخت أمي يا سالي اتكلمت على ماما بشكل مش كويس. ومع مين؟ مع عمتي. قالت كلام ما يصحش أبدا تقوله أخت عن أختها، ولا حتى يصح إن أي إنسان يقوله على أي حد. وعمتي في الوقت ده كانت بتسجل المكالمة. أيوه، عمتي سجلت يا سالي مكالمة للأخت اللي بتسوق سمعة أختها وبتتكلم وتنهش في عرضنا كلنا وشرفنا. طبعا الدنيا ولعت نار وقامت خناقات ومشاكل كبيرة فضلت تزيد ما تهداش، وأنا في النص مش عارف أعمل حاجة. كنت تعبان قوي من اللي بيحصل حواليا ومش عارف أعمل إيه. أصدق الكلام اللي اتقال وأكره أمي وأقطع علاقتي بيها، ولا صدق أمي وأخسر أبويا وخالتي وعمتي، ولا أسيب البيت وأمشي وأهرب من كل العذاب ده ومحدش فيهم يعرف لي مكان، ولا موت نفسي وأخلص عشان أرتاح من كل ده. طبعا دي حاجة صعبة جدا إن الواحد يسمع كلمة وحشة عن مامته، خاصة لما يكون لسه طفل صغير. وحاسة بيك، بس تعالوا نكمل الرسالة. كل حاجة فضلت تتعقد يوم بعد يوم. أمي علاقتها بأهلها اتدهورت بعد اللي حصل، وبقى في بينهم مصانع الحداد، وعملت محضر لإخواتها، وعشان ينتقموا منها هما كمان عملوا لي محضر اعتداء على مرات خالي، وأنا ما عملتش أي حاجة. وأكتر حاجة وجعاني إن شايف إن اللي من دمي بيكرهوني. أنا دلوقتي عايش مع أمي، بس أنا فعلا في مليون فكرة تعباني من أول الماضي اللي كان كله صراعات، والحاضر اللي بقى عبارة عن ضياع، والمستقبل اللي شكله هيبقى سواد. حتى أخويا الصغير طلع بيغير مني وبقى في حاجز بيني وبينه بسبب إنه شايف إن أمي بتفضلني عليه. يعني كل حاجة غلط في غلط، وانا مش عارف ولا فاهم كل ده بيحصل ليه. ما كانش نفسي ابدا اسمع كلام زي اللي سمعته على امي، وما كانش نفسي ابويا يبقى عصبي طول الوقت وما يقومش بمسؤوليته ناحيتنا وناحيه بيته. وامي هي اللي تنزل تشتغل لحد ما اتطلقوا. وما كنتش عايز اخويا يغير مني. ما كانش نفسي امي تعمل محاضر لاخواتها واشوف اليوم اللي الأهل عايزين فيه يحبسوا بعضهم،
وهم بينهم صلة لحم ودم، وأنا ما عملتش أي حاجة. كل ذنبي إنهم عيلتي. وصل بيا التعب النفسي إني بقيت أقع من طولي على طول، على طول دايخ. أكتر الأوقات بقعد ساكت، بحاول أبقى في عزلة تامة. حتى صحابي بقيت أبعد عنهم من كتر ما دماغي وجعتني من التفكير. طول الوقت يا سالي جوايا سؤال بيردد نفسه في دماغي، ليه؟ ليه أهلي بيعملوا كل ده؟ وليه أخت أمي عايزة تشوفني زي ابنها الفاشل الضايع؟ ليه خلوني أخسر ثقتي في كل الناس؟ دول أكيد مش بشر. نفسي أحسسهم بذنبهم، نفسي يعرفوا قد إيه هم ظلموني ودمروني وكانوا وحشين. قولولي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة عماد، رسالة توجع. بس دلوقتي خلونا نسأل، إزاي عماد يقدر يبقى عنده ثقة تاني في نفسه وفي الناس اللي حواليه بعد ما شاف تصرفات أهله خلته إن هو يفقد الثقة دي وخلاص مش شايف ثقة في أي حد؟ طب يا ترى بقى عماد هيبقى مريض نفسي بعد اللي مر بيه ده؟ طب هل ليه علاج؟ طب هل ممكن يتعالج وأهله يبقوا لسه زي ما هما تصرفاتهم وحشة وما اتغيرتش؟ طب تفتكروا ممكن ينفذ تهديده أو يهرب ومحدش يعرف له طريق فعلا؟ ولا ده سنه ولا اللي مر بيه كان فوق طاقته؟ أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنوني. قصة النهاردة عن شاب صغير عنده 19 سنة بس شايل على كتفه حمل تقيل قوي، مخلي رسالته كأنها من واحد عنده 100 سنة. مشكلته أهله. أيوة، أهله. أبوه اللي ما كانش بيشتغل، وأمه اللي لما نزلت تشتغل اتمردت وتحدت أبوه. الزعيق والخناق والطلاق اللي حصل بين الأب والأم، وكل المشاكل دي كوم، واللي عملته خالته كوم تاني لما اتكلمت على مامته اللي هي أختها كلام ما يصحش يتقال، وعمته سجلت لها الكلام ده. وفي القصة بقى محاضر بين الأم وإخواتها، ومحاضر في عماد وكراهية، والنتيجة إن عماد بقى بيبعد عن أهله وصحابه، فقد الثقة في كل الناس، وبقى بيفكر مش بيفكر بقى بيفكر بجد إنه يهرب ومحدش يعرف له طريق. عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور غادة حشمت استشاري الصحة النفسية عشان نقول لعماد يعمل ايه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا اخبارك ايه يا دودو؟ عامله ايه؟ ايه رايك بقى؟ وانت كانوا حشتيني او نوراني في الموسم الجديد. الله يخليك، مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. قولي بقى ايه رايك في القصه؟ بصي، هي يعني حاجه مؤلمه قوي، بس هو بيتعامل مع الواقع اللي هو عايشه بصوره يعني ايه غير واقعيه. هي المشكلة عنده لو تبدأي من أول الستوري خالص، يقولك مفيش حد بيسمعني، مفيش حد مهتم بيا. الطفولة بنفضل شايلين التروما بتاعتها لحد ما نكبر ونتجوز لحد ما نموت. يعني ايه التروما بتاعتها؟ اللي هو مأساوياتها بقى أو الحاجات اللي بتفضل في عندنا لازقة. خمس مشاكل بتقابلنا فترة الطفولة، منهم الإهمال اللي هو بيعاني منها عماد، دي بنعتبرها تروما. الصدمات، متاعب قابلها ما عرفش يتعامل معاها، الصدمات دي بتفضل ماشية معانا. هي كلمة صدمات عندنا احنا يعني دايما نصنفها بطريقة معينة، لكن هي علميا اسمها تروما. اللي هي الإهمال هو اللي هو تعرض اللي هو ليها، فهي ماشية معاه لحد ما كبر. بتعمل حاجة اسمها PTSD اللي هي ما بعد الصدمة، أنا مش عارف أطلع من المشكله دي. اوكي، انا ما عرفتش اتعامل معاها، حالتي النفسيه من جوه ما عرفتش تظهر، كانه محبوس جواها. ايه اللي حصل؟ ايه بالظبط بقى؟ يقول لك انا، تلاقي في الاخر يقول لك انا عايز انتحر. والله انا عايز اهرب، عايز اهرب. سوري، بس انتحر للدرجه دي ممكن توصل؟ ممكن يوصل لكده. عنده ضغط نفسي، عنده الغضب،
حالة غضب مش طبيعية طول القصة تقليها، عنده حالة غضب وعزلة وعزلة نتيجة ان هو عانى من حاجة زي كده. فهو من اول الستوري خالص هو الولد مش قوي او مش عارف يتعامل مع المشاكل. ما هي امه نزلت تشتغل عشان الاب ما بيشتغلش، هتلاقي وقت فين تانية. بقى ما هي دي مشكلة، الستات بتشقى قد ايه وانت عارفة. ما هي دي مشكلة بقى تانية، ممكن يكون قرار الطلاق جه متأخر. ساعات بنحتاج لما انت قاعدة بس كانت تبيعه وهو معهوش فلوس تقول له انا ماشية. ما هو الى متى برضو ان احنا بنعرف نتحمل المشكلة دي الى متى. جينا فترة معينة انها بتأثر على البيت، طب احنا استفدنا ايه؟ الولد شاف ايه الفترة دي؟ عدم احترام بين الام والاب. ام مضغوطة، ام مضحية، بقى فيه يقول لك هي دلوقتي بقت متمردة على بابا. المشهد ده فيه ايه؟ عدم احترام في البيت. طيب هي هتضحي مع مين بقى؟ هي بتضحي لمين؟ هي فقدت كده شكلها قدام ابنها وفقد الهدوء في البيت، فكده كده بقى فيه عدم احترام خلاص. اوكي، هما ليه بقوا فريقين؟ يعني ليه بقى انت انا لازم اختار يا ده يا ده يا ده يا ده؟ ازاي يعني ليه بقيت لازم اختار يا ابويا وخالتي وعمتي هو يا مش امي؟ عارف يصدق مين. هو بيقول لك اصدق امي وليه ثلاثه بيعادوا واحده؟ واخسر. بصي يا حبيبتي، احنا في الدنيا لازم نتعلم ان مش كل اخت سند ومش كل قرايب اهل. بس يا اختي تتكلم على اختها ماشي، ده مش سند رزق. ماشي، بس تتكلمي ده في رزق، سمعتي. ده رزق. اوكي، عشان كده صلة الرحم دي ده جهاد. صلة الرحم دي ربنا وصلها مع انه ده اهالينا، هي فيها جهاد نفسي. طبعا. اوكي، بالنسبه للظروف اللي احنا فيها دلوقتي كمان هي فيها جهاد نفسي كبير جدا. اوكي، انت بتشوفي اخوات بيعملوا اكتر من كده، مشاكل بين الاخوات دلوقتي بقت توصل للقواضي والمحاكم بالزور وبالافتراء وبالنصب وكل حاجه، وبياكلوا حق الاولاد. بس ما بيكلموش اكيد سمعه بعض، سمعتيها دي زي دي. فرقت ايه يعني اخونك بس ما بيكلمش سمعتك دي زي دي؟ ده هي مش اتكلمت في سمعته، بس اتبلت على الولد ان هو تعدى على مرات خاله. اوكي، يعني قمه الظلم وقع معاه. فالولد يعني اتعرض لكذا تروما من هو صغير لحد ما حصل انفصال. مش هي دي المشكله؟ الفضيحه اللي طلعت منه مامته هي دي المشكله. وايه اللي عمته اللي سجلت مكالماته؟ والعمه اللي ما فيش ضمير ولا امان. هو في كده سالي فيه ولا في عماد بيتهيأ له؟ لا انا خايفه من الحته دي، لان انا شفت قبل كده هنا في قصه حقيقيه كذا حد قال ان هو مظلوم. سبحانك يا رب، طلع هو الظالم، اب يظلم عياله ويقول لك انا ضحكوا عليا ورموني وعملوني. لو احنا مشينا ورا الموضوع برؤيتك زي اللي انت بتقوليها، لا احنا كده لازم نسمع كل طرف. انا لازم اخد الراي ورا، بس لازم ادي احتماليه برضه من عماد. فانا اللي انت بتقوليه لازم يكون اتعرض لمرض نفسي بيتعالج، فبدا يشوف هلوسه سمعيه، هلوسه بصريه. انا بقول كده، خلي بالك انا عشان فعلا اساعده، لان هو اللي بعت لنا هنا في قصه حقيقيه، الطبيعي ان انا اخد الراي والراي الاخر او اتبنى انا وجهه النظر الثانيه عشان ما اضروش. طيب، مش عشان انا متحامله عليه، ده كفايه انت بعت لي. هنفترض دي قصته الحقيقيه عشان نقدر نعالج المشكله اللي مأساوي. هو فيه مأساوي بكل المعاني، مأساوي. يعني انا دايما لازم اقول لك ايه، انا خايفه يكون هو بيهول، او ممكن تكون هو شايف كده وهي مش واصل لدرجه كده. بس برضه رجعت اقول حاجه، طب ما هو عملوا محاضر، اكيد المحاضر دي مش هتبقى غصب، يعني مش هيهول فيها صح؟ بصي، ما هنتعامل انها قصه حقيقيه. انا رايي ان احنا نتعامل معاها انها قصه حقيقيه. اوكي، واحنا هنحل حاجه زي كده ازاي؟ لان احنا لو هنفترض انها هلوسه سمعيه وبصريه زي ما بقول، لا احنا لازم نسمع بقى من الاطراف الثانيه. اوكي، فلو قصه حقيقيه هو محتاج وعيه يختلف. يعني هو احنا عقلنا جواه ايه؟ وعي. على حسب وعينا، على حسب تعاملنا مع الحياه ومشاكلها، زي النضاره لابسينها كده، هي الوعي ده انا بعتبره كده. اوكي، واللي انا حاسس بيه واللي انا وحسب وعي هو ده اللي بينعكس على سلوكياتي وعلى تقبلي المشاكل في الحياه. هو شايف ان هو في ازمه، وان الدنيا زمان الماضي بتاعه صعب قوي، فالمستقبل بقى وحش. دي مستقبل اسود. ايه السواد ده؟ يعني ايه السواد ده؟ سودتها علينا ليه؟ احنا ما بنختارش اهالينا، ما بنختارش شكلنا، ما بنختارش اولادنا. دي حاجات قدريه لازم ان انا اتعامل معاها. اتقبلها ازاي؟ واتقبلها، مفيش ازاي.
يعني ايه؟ هو يعني ايه ايه؟ يعني انا اتقبلها ازاي حاجه مش عاجباني فيهم مثلا؟ يعني لو هو اغير بيقول ايه؟ مامته اغير اهلي؟ فيها، لما حد مثلا مامته سمعتها مش كويسه، سيئه السمعه، هيعمل ايه؟ هيغير اهله؟ هتقبلها ازاي هيغير يعني؟ ليه ذنب في ده؟ لا نعرف نتبرأ من طب وانا اهالينا؟ ذنبي ايه؟ الناس بتتكلم عليا بسببك. يبقى انا دلوقتي اللي مضايقني نظره الناس ليا، مش نظرتي انا جوه لنفسي، او انا دي انت حاجه حاجه من مش الحاجات، بس انا مضايقه، قصدي يعني دي الفضيحه مش بتبقى بيني مضايقه. وبين نفسي، طيب هبقى تمام، متضايقه، لكن لما كمان الناس تعرف هبقى متضايقه اضعاف اضعاف يا طب غالي. انا كده مش متصالحه مع نفسي، خديها كده. ها انا المفروض ان انا كل دي يعني امور انا بشوفها كلها مزيفه. أني انا أمور المزيفة؟ اللي هي ان انا دايما واخده بالي الناس بتقول عليا ايه، شكلي قدام الناس، حقيقه الامر ان انا اتولدت في وسط عيله، هم طلعوا ازاي، شكلهم عامل ازاي، انا ماليش يد فيها. يعني انت بتقولي يا دكتور دلوقتي انا ما اقعدش اكلم نفسي واهد في نفسي، اكلمها بقى ازاي؟ اقول لها كلام حلو؟ اعمل لها ايه؟ ما هو اكيد يعني الناس ممكن تفهم ده ان انا اكلم نفسي، لا هي مش كده. في حاجة اسمها الخطاب الذاتي، فعلا انا بقول ايه الناس، بقوي نفسي ولا طول النهار باصص للسلبيات؟ بصي، طول ما انا باصص للماضي بتاعي هبقى اسير للماضي، اما ابص لايه؟ مدفون هناك. ها اوكي، لكن انا لازم لو بصيت لمستقبلي انا بتحرر من قيود الماضي، هقدر طب ما هو اعمل اكيد حاجة وهقدر المستقبل هيبقى ابني. مش حلو زي ما الماضي مش حلو. ما هو انا اللي بتحكم في انا ملكي مستقبلي، الماضي مش هقدر اغيره، الماضي ماضي اهلي اللي اتولدت فيه والظروف دي كلها، لان احنا بنتعامل مع الناس ان ده اتولد ابن فلان وده كذا وده كذا وده كذا، ده غصب عننا احنا تعالوا البشر. اختاروا، بس اختاروا التكافؤ لما تيجي تتجوزوا، لكن ما ينفعش احكم على حد عشان هو ابنه فلان وهو بيحاول ويسعى وحتى واحنا بنصاحب الناس، ويجتهد يعني انا صاحب حد يصاحب اللي زيه اللي هو زي ما بقول لك كده طور نفسه وبقى حاجه كويسه. اوكي، اوكي ده مش مهم، مش وبدأ مهم، منين؟ بس صح، نظرتي ليه مش وحشه، ده انسان يعني بيحاول ان هو يبقى كويس. اوكي، بس ازاي هتقنعي ملوش ذنب. مجتمع انه حتى لو ست الوعي سمعتها مش بتاعنا، كويسة هقول احنا تاني، الوعي بتاعنا هنتقبلها؟ احنا عندنا مشكله في الوعي فعلا بتاعنا، ان احنا في حاجه اسمها الذكاء الروحي. يعني ايه الذكاء الروحي ده؟ انا نظرتي للناس ومشاكلي والتعامل معاها ازاي، الكلام ده كله نظرتي ليها ازاي، وبالتالي انا ده عندي نسبة ذكاء عالية روحي او لا. كل ما كان بيعلى كل ما كان انا بتكيف مع المجتمع ومتقبل كل حاجة بتحصل فيه، فاهماني؟ احنا ما عندناش برضو الوعي بكل اللي بقوله. في كاتب سويدي كان عامل اللي هو كتاب لذيذ قوي، نفسي الناس تقعد تقرا في الكلام ده وتهتم بالكلام ده، هل ايه بقى كتب اللي هي السويدي؟ بيتكلم عن انماط الشخصيه، ان هو اسمه محاط بالحمقى، يعني بالاغبياء. غباء من الآخرين. ناس كتير تقعد تقول لك ايه كل اللي حوالينا اغبياء، طول النهار تلاقي متكرره الكلمه دي، هي ليه الناس بقت غبيه كده؟ صح، ومعتبرين نفسنا احنا بس الاذكياء، وبقينا سيبك من الناس قسمين، بقت وحشة، لأن الناس بقينا بقت أغبية كده قسمين ساعات. قسمين قسم اللي بيفهم اللي طول النهار يقول على بقية الناس، القسم التاني أغبياء. هي الحقيقة مش قصة كده خالص، قصة في ناس عارفة تتعامل مع أنماط الشخصية ومشاكل حياتها، وفي ناس ما عندهاش القدرات دي. ايوه انا ليه اتحمل حد بطيء غبي؟ ليه ليه مجبره انا؟ نمط شخصيته، انا مالي؟ مفيش حاجة اسمها كده، أم بقيت عيلتي أتعامل يا مع غدا؟ كل الناس، هو ده الذكاء. بس أوكي؟ يعني مش وقته، لا انا هنتعطل قوي واحنا لسه عندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها. لا لا، أنا من الذكاء إن أنا أتعامل مع كل الشخصيات، إن هي دي نمط شخصيته، شخصيته مش عارف أغير فيها حاجة، أتقبله على كده وأتعامل يعني انت معاه على بتقولي له كده، كده ان هو يتقبل مامته زي ما هي، سواء هي صح او غلط، حاجه ما تخصكش، تعمل تسال. ويتصالح مع ده. لو هو ما تصالحش مع ده هي هتفضل عنده طب ما في كده تروما، هيعتزل الناس. في تروما ويعتزل للناس والكلام ده. نرجع تاني، في نقطة عايزة أتكلم فيها، إن التروما بتتوارث، يعني تلاقي حد أختين اتخانقوا في عيلة، تلاقي أختين اتخانقوا في الجيل اللي بعده، أختين اتخانقوا في الجيل اللي بعده، أختين اتخانقوا، لا في حاجة اسمها كده؟ دي ايه دي؟ أختين لعنة دي ولا ايه؟ إخوات. لا مش لعنة، بتتوارث زي العين، زي العين ما بتتوارث، زي الأمراض، زي كل ده المصائب تروما تتوارث. ما تعالجتش
بتتوارث المصائب. يعني ايه ما تعالجتش؟ فضلوا قصدك ميتين مقاطعين بعض؟ ما تعافاش منها بالظبط. ميتين مقاطعين بعض، فتلاقي ان في اخوات كده. طب لو اخت مثلا خدت جوز اختها تلاقيها تاني؟ التروما دي بتتوارث. معقول؟ فناخد بالنا ان احنا لازم نتصالح ونتعافى منها. هي موجوده فين ان التروما بتتوارث دي؟ لا دي ده يعني ثيرابي جديد. ثيرابي جديد؟ في انواع ثيرابي كل شويه بيحصل. يعني لو عيل بيغير من عيل تلاقي برضو الجيل اللي بعدهم عيل بيغير من عيل. من ضمن الاسباب، هي مش شرط عيل يعني بيغير من عيل زي ما انت بتحكي. زي ما مثلا بيقول لك توائم بتيجي وتوائم. عماد بيقول ان في غيره بينه وبين اخوه. هو مش لازم تكون بقى تروما يا سالي، ممكن تكون الام نفسها مال. وده كومن قوي بتميز بين الاخوات او بتقارن ما بينهم. مش هو كان بيتكلم بيقول طب ما المامته عندها البكري حلو والصغير هو اخر العنقود حبيب قلب، يا ريت دي بس. يا ريت دي بس. طب ما ده طبيعي، احنا في الوسطاني يعني هو اللي بيبقى طالع مش فاهم ومفتوس. مش كده بس، احنا بنحب الاشطر، بنحب المطيع اكتر. احنا عندنا دايما حب مشروط مع اولادنا. طبعا. طيب وما احب اللي بيعمل شقاوه ومش عايز يسمع الكلام. طيب وما بينامش عشان يروح المدرسه. ما هو دي نظرتنا احنا، بس لو قلنا من الناحيه العلميه هو بيعمل شقاوه عشان عنده طاقه معينه ما طلعتش صح، بيعمل شقاوه عشان يلفت نظرك، موضوع تاني خالص. يعني المفروض ابص هو بيعمل كده ليه يا حبيبي؟ بالظبط كده. ماشي. احنا اصله مش ذكي، اصله مش شاطر في المدرسه زي اخوه، بس هو شاطر جدا في الرياضه. طب يا حبيبتي احنا لازم نتعلم ويبقى عندنا وعي ان الذكاء 24 نوع. الذكاء 24 نوع؟ ذكاء رياضه، ذكاء يعني حتى لو قلت لك في المدرسه في حاجه اسمها للماس والساينس، كل حاجه لها ذكاء. وده عارف الطفل بيحب ايه، يعني بيحب ميوزك لو حصه الموسيقى، لو بيحب حصه الرسم، لو بيحب الماث يطلع مهندس او فهو مش شرط ان يكون ذكي هيبقى ذكي في كل دول، فيبقى انا اكرهه. لا ليه؟ اكيد في واحده هي حاجه معينه مميز فيها اللي على هوايه بقى يجي، زي مثلا زمان كان يقول لك انت عايز تطلع لعيب كوره، انا بستسهل، روح شوف مذاكرتك، شوف لعيب الكوره دلوقتي بياخد كام، واللي معاه مذاكره مش عارفه بياخد كام، لا يبدا يفوق. دي اولاد ضحايا للاسف للامهات اللي بالشكل ده. طبعا. لكن انا بقول لك انا بستسهل، انت مطيع، انت بتسمع كلام، انت مريحني، فانا بحبك اكتر. التاني بقى اللي هو اللي ما بيسمعش الكلام بدا يغير من اخوه. اخوه ذنبه ايه؟ الام السبب. بيحصل لو بقى. انت تعتقدي ان الاخ بيغير من اخوه؟ طبعا. يا نهار لا ربيا. في القصه هنا ما هو احنا هنرجع تاني، هو ما ذكرش حاجات كتير برضو يا غدا بقى. هو قالها كبوينت كده ان انا برضو اكتشفت. ممكن كنت لما بتتضايقي مثلا تيجي تقولي ايه ده انا النهارده شكلي وحش واتخنت وعربيتي باظت واصحابي كلهم وحشين ساعات بتهولي، بقول لك ايه هتبقى سواد على سواد. هو كده مش انت حاسه ان القصه ممكن يكون مهول شويه يا حبيبي شويه؟ يعني عماد مهول ممكن يكون قصدك متضايق من حاجات كتير فجابها كده. ما كانش يعني سيكا ما كانش قالها كده. ما كانش قالها كده، هي ممكن تكون او تحليله او وصفه غلط او ممكن. بس لو هنتعامل انها مشكله دلوقتي في جوه القصه دي كارثه. فهي انا من كتر ما قلبي موجوع عليه عمال اقول يا رب ما يبقاش واقع. ما هو بصي هو يا رب يبقى مهول، احنا ساعات بنهول فاهمه، او كتب القصه وهو كان في قمه غضبه مثلا. فانت لما بتهدي تقعد تقولي طب ما هو اتخنت شويه بس لبس بقى شكله احلى، العربيه مش عارف ايه هبقى اجيب كاوتش تاني، ما انا كده كده لسه جاي لي بونص. هتقعدي تحلي مشاكلك، لكن انا حاسه ان هو زود يعني فاهمه، زودها شويه. تيجي ناخد راي الدين الاول؟ تعالي نسمع؟ نسمع. يلا بينا. معانا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير ائمه بوزاره الاوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. اخبارك ايه يا شيخنا؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. تسلم وتعيش وعلى راسي. ايه رايك بقى في قصتنا النهارده يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد. روى الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان فيه ما نقول، يعني الكلام بتاعنا صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهت هو الظلم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج في ليلة الإسراء والمعراج رأى قوما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم،
متخيله الموقف حضرتك؟ دول النمامين صح يا شيخنا؟ فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس لا اله الا الله ويقعون في اعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي سيدي جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا أو ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. لا إله إلا الله، والعياذ بالله. يعني ده اللي هيحصل مع خالة عماد اللي هي اتكلمت على أختها، دي تعتبر من دول يا يعني مولانا الخالة نفسها؟ اللي اتكلمت على أختها اللي نعتتها، أو مش نعتتها، هي اتهمتها في شرفها وعرضها واتكلمت عليها وسوقت سمعتها. مع مين؟ مع أخت من أحقر الناس ومن أرذل الناس. لا إله إلا الله. ومن أفسد الناس ومن أقبح الناس ومن ألأم الناس. شفت يا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. طبعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية أخرى: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة نسمعها نتكلم عنها. الستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا من رضا الله. يعني يتكلم كلمة كده مش جاية على خاطره بس يتكلمها، بس الكلمة دي فيها رضا الله يرفعه الله بها الدرجات. لا ده احنا كنا لسه بنتكلم بقى مولانا مع دكتور غادة حشمت، بقى نقول لها انه فعلا صلة الرحم دي جهاد، ده حقيقة. ما صلة الرحم، صلة الرحم بيجوز قطعها في بعض الاشياء، في بعض ايه الأطلع. بقى شفت يا غادة وشفت يا دكتور، يعني ممكن ان انا اقطع صلة الرحم لما يوصل لايه؟ لما يقول لك اوعي تقطعي صلة الرحم، هيضرني نفسيا او عقليا او سمعي او سمعتي. او افرض مثلا اخويا او اختي اعزكم الله فاتح مثلا شقه والعياذ بالله للبغي والفساد، لا اروح ازوره عندها ازور او عنده. او يا مولانا لو بيتكلم على عيالي كلام مش صح وبيقول على عيالي حاجات مش حلوه، لو بيتكلم على امي العلماء صح، ان القريب اللي بيضر ما اقطعوش. ليه ما اقطعوش؟ بس بايه؟ ان انا بمكالمه تليفون. لا يا مولانا، ما بكلمه في التليفون يقعد يدينا كلمتين، وانتوا عشان معاكوا وانتوا عشان مش عارف ايه، ابعت رساله في العيدين هيروح ردد عليك يا مولانا وافتح بقى الطريق تاني. لا ما تفتحيش حضرتك. بص، اتعلمنا من العلماء الاكابر ان القريب الضار ليه ان انا ما اقطعوش، لان قطع صله الرحم هي القطع الصله بينك وبين الله. طب اعمل ايه يا مولانا؟ اعمل ايه؟ ده بيضرني يا مولانا. اعمل ايه؟ اتصل بالتليفون او ما اتصلش، او ابعت له رساله في العيدين، عندنا عيد الاضحى وعندنا عيد. طب لو انا مش عايزه يا مولانا ابعت له رساله: كل سنه وانت طيب. أو لو انا مش عايزه كل سنه وانت مقفل السكه في وشه. لو عينيه وحشه وما اناش الحق اقفل السكه في وشه. كن حرصا من احلاس بيتك. أنا أخاف على نفسي، يعني إيه حرصا من أحلاس بيتي؟ أن يكون زي بص زي أي قطعة أساس في بيتي. أبعد بعيد عن الناس اللي بتضرني، أبعد بعيد عن الناس اللي بتحقد عليا. اعتزل ما يؤذيك. أبعد بعيد عن المعاملة معاهم على القد يا دكتورة. ولا حتى يا مولانا أبعت له في العيد لو هو بيبص لي في حاجتي أو بيبص لي في رزقي أو بيبص لي في عيالي أو بيبص لي في شغلي. أحسن صلة الأرحام ديت الله عز وجل أمرنا إن إحنا ما نقطعهاش. واحنا الحمد لله ربنا وفر لنا في العصر الحديث كل الوسائل اللي احنا ما نقطعهاش. يعني الدكتور بتقول لي نبعت رساله وخلاص، اللي هو رسالة بس لو وصلت لمساله زي عماد كده انه بيتكلموا في شرف او في عرض نساء. لا 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 لا، بص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان تعرف بس. قال: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. ايه يا رسول الله؟ قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. لا اله الا الله، اللهم استر. سيدنا قتاده قال: عذاب القبر ثلثه من الغيبه وثلثه من النميمه. يعني تلت وتلت، هيبقى ناقص تلت واحد بس، يعني تلتين، تلت من الغيبه وتلت من النبيبه. هو يا مولانا انا عايز اسالك على حاجه كمان. فقد تخلصت من ثلثان عذاب القبر. طب انا عايز اسالك على حاجه كمان يا مولانا، العوائل او العائلات يعني اللي بتعمل في بعض محاضر، هي دي ليها حكم في الدين ولا ده ملهاش حكم في الدين؟ ما بيعمل في نفسها محاضر، دي اكيد لكل فعل رد فعل. لو تبلي
انا قصدي لو حد بيدور على حقه على عيننا وعلى راسنا، لو تبلي ان هو يتقال ان هو ضرب مرات خاله، ان هو مش عارف ايه، ده ظلم يا فندم، هذا ظلم، وهذا يعني هذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل، ودي يعتبر كمان هنخشها ندخلها كمان تحت شهاده الزور، ونيجي نتكلم بقى عن شهاده الزور، ونيجي نتكلم عن الظلم، ونيجي عن الحلقه مش هتاخد، انت عاوزه حلقات نتكلم في موضوع تنورني وتشرفني وربنا يسعدك وعلى راسي وتسلم لي يا شيخنا، كل سنه وحضرتك شكرا وحضرتك طيب على راسي يا شيخنا. انا بقى لو شفتي اللي بقوله لك، اللي هو قال لك اعتزل ما يؤذيك فعلا، يعني دلوقتي عملوا في بعض محاضر وبيتكلموا على مامته، وانا ازاي ارجع اثق، بيقول لك مش قادره اقول عليها خالتي، متخيله وصلت نفسها لايه مع طفل، يعني ايه؟ انا مش عارفه الناس دي بتعلم ولادها ايه، يعني انت مش هنقول كارما ومش كارما والكلام ده، بس انتوا متخيلين ان ولادكم هيعملوا معاكم ايه؟ كما تدين تدين، الصوره السيئه دي قدام ولادكم احنا بنعلمهم ايه؟ واللي بتسجل مكالمة، واللي بيعمل سكرين شوت ويروح يفرج الناس، هذا بأمانة، فالولد عنده يعني هزة نفسية، ولا في أمان نفسي، ولا في قيم قدامه كلها تهزت صح. يعني فهو زي ما بقولك هو لازم سؤال أعراض كمان يا دكتور بل بدوخ دي أنكسايتي، دي أنكسايتي، دي بانيك أتاكس، أنكسايتي انكسايتي اللي هو التوتر والقلق، لا توتر وقلق حصل له نتيجه ايه، ده مش مرض نفسي اللي هو فيه، هي مش اضطراب نفسي مؤقت يعني بيتعالج بسبب الحاله النفسيه اللي انا فيها، بسبب الحاله اللي هو وصلها، ما هو انت اكتشفنا ان كل مشاكلنا الصحيه معظمها نفسي، يعني انت اكيد سمعتي عن الكلام ده كتير، يعني لا انا بيجي لي صداع وضغط يعلى لما اشوف حاجات مرعبه، يعني حاجات بتضايق ضغطي بيعلى طبعا، عادي من 1 لـ10 ومن 10 لـ1 وبرضه بنقوم نغلط يوم تاني، كل ده بيتخزن في جسمه، اي هنتكلم بقى على الشاكرات معينه في جسمه، وبعد كده بيبدا يشتكي منه. طب ايه رايك دور الاب ايه بقى؟ يعني انا عايزاكي قبل ما نختم كده تقولي لي وحتى ما الاب ايه رايك فيه؟ هو قال لك الاب الام جحدت عليه متفرج بقت متمرده، ما هو اب متفرج بيقومش بدوره، بيقومش واجباته، ممكن يكون هو مش ما يستطيعش ان هو يعمل كده، مش الراجل بنشيله فوق راسنا لما حتى يقع حبيبتي، هي مش دي السكينه والموده والرحمه حبيبتي، ده واجب اوكي، بس الى متى؟ لو سالتي الشارع الى متى؟ يعني في راجل بيقول لك، في ست تقول لك انا بقى لي 10 15 سنه انا اللي بصرف على البيت، طب هو المشكله دي هو مش قادر، جسمه مش تعيان تعبان، هو عنده عجز تشيله في عينيه، ايوه طبعا اوكي، دي قدرات اللي قادره تتحمل ده اوكي، لو بيستهبل دي حاجه تانية لكن في ممكن يكون كده في رجاله يعني ليلاقي الراحه لا انت تلف في حق. لا يا شيخ انت بتجيبي اضعاف اضعاف، بتنزلي تجيبي 10 اضعاف، عايزاني اشتغل ليه؟ فهي بقى القصه كلها ان هو خلاص خد على كده ان هو دايما معتمد على زوجته في كل حاجه، طب صورتك ايه قدام ولادك؟ مش ده الأب. صورتك قدام زوجتك. طب روشته اخيره بقى لعماد تقولي له يعني ايه؟ عماد لازم، ولو طلب المساعده هتساعديه، لو طلب ان هو يتواصل معاكي يأتي فور فري ويجي ينور. ثانك يو دكتور، يجي ينور. عماد زي ما قلت لك هي عنده مشكله تروما من هو صغير، وتروما تانية بعد كده ما ينفعش تتساب، ما ينفعش نعديها، يعني دي هتسبب له في المستقبل عنده في مشاكل بتزيد بعد كده، هو لازم يخش يعني جوه نفسه، يقعد مع نفسه قعدات صدقة كده مع نفسه، ولازم يكتشف ايه اللي مضايقك، مضايقك شكلك قدام الناس، ولا انت متضايق ان عيلتك كده، في فرق كبير قوي حتى بعد كده في ان هو يتعالج اوكي. وعيه لازم يتغير للمشكله، نظرته للمشكله، نرجع تاني نقول الذكاء الروحي بتاعه فهو عايز مساعده، هو ما ينفعش الكلام ده كله ما بتقوليه، هو مش فاهم ابدا منين اوكي، فهو لازم هو يساعد نفسه بس كده، لازم هو يساعد يعني المفروض ان هو يشتغل على نفسه ويبدا يقول انا عايز اتغير، لازم يساعد نفسه، لازم يلجا لحد متخصص، ولازم يساعد نفسه في ال انت طبيب متخصص في الواقع ده اللي هو فيه ده. نورتيني يا دكتور، هذا ميرسي جدا، ربنا يخليك يا سيدي. وزي ما سمعت يا عماد هتحتاج منك شويه وقت، هتحتاج ان انت تقول انا عايز اساعد نفسي، مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها المستقبل كله سواد، استنانا واستنونا بعد الفاصل. عمري ما احترمت ابدا الشخص النمام اللي بيتكلم عن الناس وبيكشف ادق اسرارهم
ويخوض في أعراضهم حتى لو كنت عارفة أن كلامه صح. المثل بيقول ما شتمك إلا اللي بلغك، ما بالنا بقى لما تكون الشخصية النمامة اللي بتتكلم عن واحدة ست وتوقع بينها وبين جوزها هي أختها اللي المفروض تكون سند وظهر وزي ما بيقولوا يعني. حتى لو كانت الأم غلط، فين الستر والنصيحة بهدوء؟ معقول أخت تعمل كده مع أختها؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حد جه يحكي له أن فلان زنى قال له هل سترته بثوبك؟ بس. وعلى قد ما الدين حط حدود وقواعد، لكن برضو حط معاها الرحمة والستر. يبقى إزاي أخت تفضح أختها، تتكلم في عرضها سواء بالحق أو بالباطل؟ ليه يا شيخة؟ قصتك يا عماد فعلا قصة صعبة جدا، وحشة قوي، مأساوية. مش هقعد أقول لك لأ ومعلش واستحمل، لأ وحش ومأساوية. وأصعب حاجة فيها إن الحقيقة تايهة، اللي يسمعها ما يعرفش فين الصح من الغلط، ما يعرفش فين الخط الفاصل بين الغلط اللي حصل من أهلك والغلط اللي حصل منك أنت شخصيا في تفسيرك اللي بيحصل حواليك. ممكن يكون جزء منه صح، وطبعا ده بسبب حالتك النفسية الوحشة اللي بتمر بيها دلوقتي بعد اللي شفته. ما نقدرش نحكم إذا كان أخوك بيغير منك فعلا ولا لأ، ما نقدرش نحكم إن كل أهلك بيكرهوك، لأن التعميم مش صح في أي حاجة. حسيت في رسالتك إنك موجوع يا حبيبي معلش، وحسيت كمان بكلام حد تايه مش لاقي الطريق. المثل بيقول إيه؟ اللي يسأل ما يتوهش، ما تسأل. والشخص اللي أنت محتاج تسأله هو دكتور نفسي، يكون أمين يسمع حكايتك ويعرف كل التفاصيل اللي أنت فيها وكل التفاصيل اللي أنت ما ذكرتهاش في رسالتك لينا إحنا، ويحاول يساعدك بالنصيحة. والخطة اللي أنت محتاج تمشي عليها لحد ما توصل لبار الأمان زي ما بيقولوا، لازم معاها دكتور نفسي أو حد يكون فعلا بيفهم. ده غير برضو إن دكتور غادة قالت لك إن هي هتساعدك، وفي كام نصيحة قالتها لك. أنا بعايز أقولك على حاجة، أوعى يا عماد تخسر مامتك. مهما كان دي مامتك اللي هتفضل طول عمرك مديون ليها مهما عملت، مش هتعرف توفي لها حقها. ما تشغلش بالك بالتفكير، لو هو طب لو مجرد تفكير هي عملت أو ما عملتش، طب مامتي حلوة ولا وحشة، ما تخليك حنين عليها وقرب منها. وبرضو ما تخسرش باباك مهما كان، قرب منه ووده حتى لو كان عصبي، لأن في الآخر محدش فينا بيختار أهله. جايز تكون أفعالهم غلط أو جزء من البلاء، هو ابتلاء وقع علينا عادي، لكن احنا بنحبهم وبنودهم ومهما كانوا. ده جزء من حل المشكلة بتاعتك، الحب بجد. فاكر لما احنا دايما بنقول ايه؟ سنحاربكم بالحب. ده مش هزار، ده بجد التصالح مع الأمر الواقع مهما كنا رافضينه. إننا نسلم أمرنا لله ونقول له يا رب نوصل الرحم عشانه. شوف بقى ربنا هيرد ليك ازاي، هيرد ليك كل اللي انت عملته ازاي. اما الناس بقى اللي وقعت ما بينكم، فانا واثق انك عاقل وهتقدر تفهم ده. كلامك ورسالتك قالوا انك عاقل على فكرة، مش بقولك كده وخلاص، وقوي. وقوتك هتخليك تعدي كل ده، مش هتخليك تفكر تاني في الهروب والبعد والأي كلام ده. الهروب ده للناس اللي بتخاف، لكن انت قوي، انت مش ضعيف. والنصيحة ليك يا عماد، قرب من صحابك، انزل معاهم، عيش سنك. ده احنا لما بنقعد مع اصحابنا بننسى الدنيا، على الاقل بنضحك ضحكة حلوة، بننسى اللي حصل، بنحاول نتعايش. اديك سمعت كل النصايح اللي فاتت وتوجيهات دكتور غادة، يا ريت تعمل بيها. عايز اقولك على حاجة، فعلا لما بيكبروا اهالينا بيبقوا محتاجيننا اكتر. عايز اقولك فعلا ممكن يعيطوا على أتفه الأسباب، هما مش قصدهم، ممكن يغلطوا زي ما احنا كنا بنغلط واحنا صغيرين. يبقى احنا نقول معلش ونلتمس لهم ألف عذر. هستنى منك رسالة جديدة تطمني فيها عملت ايه، مبسوطة انك بعت لنا. وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة عماد يقولوا لنا عماد يعمل ايه. حطوا نفسكم مكانه، بعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب. باي باي.